الحزن المرسوم مع وجوه البشر، حتى الطريق اللي نرسم بيد القدر. للحزن المرسوم يا سيدي. انت واحد تافه. اسمعوا لي. خلاص يا واطي. خايف على جيل كامل عم يتدمر. اسمعوا لي. ما انت ويا اولاد اذا كانوا من ورا مصاري حرام. وين كذبت؟ والله لا اطلع جوزته بايدي يا رجل. اليوم اجى قرار نقلي التحيات الجنائيه. طارق، انت طالع غرفتي. انت اسمع اخرجني. سلم نفسك. لك ما فشل بير. خذوا الهيت. ابنك ماتت. بس لا تخافوا، أنا شفت الشاب ولقيته أصلي مية مية، يعني بياكل وزمته مطاطة. زمته شو؟ مطاطة. مطاطة. طيب يا أبو مطاطة، شوف لنا هالموضوع على السريع وخلينا نقعد، لأنه الجماعة اللي برا كتير مستعجلين. تأمل خير يا أستاذ منذر، بس والله أنا زعلان منكم كتير. ولا شو حضرتك زعلان؟ يعني كل هذا وما اجى جاط الفواكه، يعني ما حلوه، والله ما حلوه الواحد ينوعد بشغله وما تجي. ما بيجوز، حرام. حتى اسمه مرضي إليا. شو هالقصه الغريبه؟ طيب كيف شكله؟ بتعرفيني ما بعرف اوصف. وهي جبت لكم شغله بلوريقكم. معلش ربوا انتو، انا ما بقدر اشرب شيء قبل الغذاء. شبكي ليلى؟ ليه صفنانة؟ عم بيقلي أسامة انه في واحد اجا زاره، قال بيعرفني منيح بس ما قال اسمه. مش شي بيحير؟ لك لا بيحير ولا شي، يعني الا ما يرجع وتعرفي مين هو. هلا خلينا بأسامة،
شو صار معك بالرواية العظيمة اللي عم تكتبها؟ ماشي الحال، عم بكتب، بس هلأ الكمنجة أخذتني أكتر. لعنى، لك شو جابك لهون؟ وين رايحة؟ قلت لك بدي ودي المصاري لرفيقتي ونازلة فورا، ما بتأخر عليكي. طالعة معك حبيبتي كرمالي، استنيني بالسيارة، ما بتطول عليكي. لا رايحة معك، هاي العمارة شو بدك تروحي تعملي فيها؟ لك شو بدي أعمل فيها؟ بدي ودي هالشغلة وراجعت لك فورا على السيارة، يلا كرمالي. طيب يلا ماشي بستناك. طيب ليش بدك يعني ارجع على السياره وانت تطلعي على الماده لحالك؟ ولا شغلتك كبيره يا لانا وراح اعرفه. أنا بشوفك شخصيتين، شخصية طيبة وحبابة، شخصية قاسية، وبيني وبينك ما عرفت أنت أي شخصية مني. وأنت مين حاسس أكتر؟ أنا بدي أسمع منك. اسمع فارس، ما في حدا بيقدر يعيش بشخصية واحدة دايما، أو حتى بوش واحد قدام كل الناس وبكل الظروف. الذكي هالايام اللي بيعرف يختار اي وش لاي ظرف. بس هيك في شي غلط، بعدين هيك ما بنكون نحنا. وما لازم نكون نحنا الا مع اللي منحبهم طبعا، هاي اذا لقينا اللي بيستاهلوا هذا الحب. وانا اي شخصية واي وجه تستخدمي معي؟ انت؟ اي انا، بس فارس ها مو هذا الامير سوار تبعيك. فارس انت تحديدا بدون اي وش، هيك على طبيعتي. طيب ليش؟ لانك بتذكرني بحالي ايام زمان. ايام زمان؟ ما فهمت. انا كنت بنت عيلة طيوبة كتير ومحترمة، وعندي أمه بتقطع فرد، وأخي كانت حياته كلها دراسة وأبحاث وكتب لحديت ما اختاروه ببعثة لبرا وسافر وتركنا، والماما توفت وصفيت أنا لحالي. وهيك لحد ما قابلت شاب كان ساكن عنا بالحارة، قال لي إنه مطرب وإنه بيحبني من زمان، وتجوزنا. وشوي شوي عرفت مين هو بالضبط وشو كان بده مني. شو كان بده منك؟ كان بده يضيعني. الحمد لله وصلته على غرفته، خليه يرتاح شوي. الحمد لله. دارين في شي غريب عم بيصير ما عم بقدر افهمه. شو هو؟ الشاب اللي زار اسامه ما قال اسمه. ايه شو بو؟ تخيلي دفع حساب كل العمليه. شو هالحكي معقول؟ يعني مين هذا اللي ممكن يدفع كل الحساب من دون ما يعرف عن حاله؟ مين هذا اللي بيهمه امرنا كل هالقد؟ عن جد شي غريب. مين ممكن يكون دارين؟ مين هذا؟ وعندك بحرية سمر شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصلنا بلدنا يا ريس. هلق انسي بقى، ماضي وانتهى، بعدين احنا اولاد اليوم خلاص. فارس، بتمنى كل الكلام اللي قلناه اليوم يضل بيناتنا. بوعدك رح يضل بيناتنا. بعدين انت انسان كتير كبير بنظري.
رح تضل كبيرة. عن جد فارس؟ يعني أنت شايفني كبيرة؟ وين رايحين؟ عند منذر. مين منذر؟ هلأ بتعرفي. مرحبا يا قطة. أهلا. مرحبا رندا. أهلا. يلا بتلحقوني؟ يلا. بلاهم جنتنا نار من الفرحة والأنوار. ألو هيا ريبال، الحقني على الوكر. لك خلص انت شو بدك؟ محضر لك مفاجأة. يلا الحقني على الوكر. مشي سلام. اسمعني يا مساعد فهد، حط اثنين بالنظارة لوقت ما ارجع للمكتب، انا بعالج الموضوع. يلا شوف شغلك. شو سيد مهدي؟ مبسوط برجعة صاحبك للبلد؟ والله سيدي هو رفيقي من زمان، وأنا وياه أولاد حارة واحدة من وقت ما خلقنا. أنا عم بسألك، أنت مبسوط؟ إيه مبسوط. يا خوفي إذا ما بتوقف معه وبتنصحه منيح ما رح تكون مبسوط بنوب. قصدي يعني الدكتور عصام إذا تأذى ما حدا فينا رح يكون مبسوط، ما هيك؟ طبعا سيدي، بس عفوا يعني مو فهمان عليك. شوف الدكتور عصام معيد بالجامعة، وأنا مالي حابب حط عليه رقابة أو استدعي لعندي على المكتب. شو رأيك تجي أنت وياه تشربوا فنجان قهوة عندي؟ شو ما في قهوة عندكم هون؟ حبيبتي ليلى فوت ارتاحي شوي بغرفتك، أنا رح غير تيابي أقول حالك. أوكي حبيبي. شو هذا اللي عم يصير؟ لا خلص عادل ما تهلكني، عامل لك اليوم مبسوط. انا مالك سمعان؟ في زبتي بلا. تعال شوف تعال، ولا قال لك لا خليك بشغلك انت. ليك انا اليوم ماني طالع، بس انت شو ما صار معك بتخبرني؟ ها يلا تشاو باي. يسعد لي الله. طيب انت ليش قاعد لحالك؟ لك والله عيب، ما حلو بحقك رجال انت. قوم لك، قوم بلا غلاظة قوم. وانا تشيرز تشير تشيرز يا قمر. هيك ها من هدول. والله انا زعلان منك يا رندا. ليه؟ يعني عندك قطه مثل هاي وما بتعرفين عليها. يلا ما صار شيء، تعرف. انا بدي اتعرف. بصحتك يا حبيبي. ما تاخذي لك وحده حشيش؟ لا انا مالي بالحشيش. لك على فكره اللي ماله بالحشيش ما بيعيش. ها رجع لك يا قمر. إيه انت والله انت اللي بتعبي الراس. هيك ها من هدول. والله ندمان ندمان على كل سهره سهرتها بلاكي. خلص من هون ورايح انت حتضلي معي بكل السهرات.
كان احلى رندا. تعال لك تعال ليك. انت بتعرفني منيح، لما بكون مبسوط ما بحب حدا يعكرني، يا انبسط يا قوم انقلع. لك ان شاء الله بيقبرني انا. بدي اعمل لك انا سيجاره على كيف كيفك يا حياتي. حاليا راجع راجع خليك مليقه انت. شو عم تسوي هون؟ تعبانة الله يخليك. لك اطلعي على غرفتك هلا. لك اطلعي على غرفتك. شو هيدا الآن؟ عاجبك اللي عم بيصير؟ كأنسي عليا. كلكم تركتوني ورحتوا وبقيت وحدي، ما فكرت انت ولو مرة ترفع السماعة وتطمن على اختك عايشة ميتة شو ناقصها شو لازمها. كل هذا ما بيبرر الشي اللي عملتيه. انا ما كان قدامي غير هالطريق. عليا انا ما جاي اسمع شي عن الماضي وليش صرتي هيك وليش اجيت. على فكرة أنا كنت أبعت لك كل أول شهر مصاري لعنوانك بالجامعة. عرفت هاي المصاري من وين؟ من هذا الشغل. يعني أنا درست بمصاري؟ رقاصة. قولي لشو مستحي؟ هاي الرقاصة اللي كبرتك وعلمتك لصرت دكتور. كانت توصلك المصاري ولا حتى تحاول تعرف من مين؟ أنا ما كنت أستنى منك. يمكن بهداك الوقت لو لحقتني ما كنت تغيرت. كان صوتك عصام هو الشيء الوحيد الممكن يقويني. بس هذا كان زمان والزمان ما بيرجع. رضينا ولا ما رضينا؟ عليا أنا هلا وضعي منيح ومعي مصاري، خلينا نرجع لبيتنا ورح اشتري لك بيت تاني عنا بحارتنا بين ناسنا واهلنا، وهنيك بتبلشي حياتك من اول وجديد. حتى انا ناوي استقر هون بالشام واتزوج، وانتي اختي، انتي اللي رح تختاري لي عروسي. وليلى يا عصام، انا نيتك ما ضيعتني انا لحالي. حتى ليلى ما عادت ليلى اللي بتعرفها. الحادث اللي صار مع اهلها قتل فيها الشيء، وانت قتلت اللي بقي منها. لك ملعون العلم والمراكز والشهادات اللي حتخليك بهالقسوة وما تفكر إلا بحالك يا دكتور. هلا انسي كل هذا الكلام الفاضي ويلا قومي معي نرجع لبيتنا. يا سلام بهالبساطة. على فكرة أنا صرت أم، عندي ولد اسمه عمار. انت خاله بتحب تشوفه؟ هدى هدى هاتي الولد. هدى هاتي عمار.
قم يا ماما قم وشوف خالك دكتور كبير صوره معبية جرايد بس أنا كمان صوري معبية جرايد وما حدا أحسن من حدا يا الله وين بدك تروحي من عيون ابنك بكرة بس لما يكبر أنا سمعتك وبظن أنك سمعتني وأنا غير هالكلام هاد ما عندي بس أنا في عندي كلمة واحدة معك يومين بتصفي كل حياتك الوسخة هي وبترجعي لبيت أهلك وإلا ورحمة الغالي رح تشوفي شي بحياتك ما بتتخيلي شو حتساوي عصام؟ حتقتلني؟ قتلني عصام؟ بقتلك أحسن ما تلطخي شرفنا أكثر من هيك وأنت بتعرفي عصام منيح لما بيحكي بيفعل هدي مدام هدي هاد كله حكي معصبين صدقيني بحبه كان نفسي ارتمي بحضنه وقل له اشتقت له بس هو ما خلاني هدي مدام لا تعملي بحالك هيك ان شاء الله كل شي بكره بيتصلح ما في شي رح يتصلح هدى انا بعرف عصام طيب ستي ليش ما تروحي انتي معه تخلصي من كل هالحياة بقى ما حيخلوني هدى ما حيخلوني بحدا بيعرف شي اللي بيمشي بهالطريق بعمره ما بيرجع منه مين هن اللي ما رح يخلوكي انا هدى احكي بترتاحي صدقيني بترتاحي انت بالذات المحل كله على حساب ايوه اذا من اولها هيك خربت بيت الجامعه لك هلا اني جامعه سلوى انت بتعرفي انا قديش بعزك طارق لو سمحت انا بحب جوزي وبحترمه ما حكيت شيء انا بس كنت عم بستناكي مشان موضوع المصاري اي مصاري المصاري اللي حطيتي لي اياهم بكتبي طارق انا ما حطيت لك شيء بكتبك وما عندي فكره على شو عم تحكي كيف ما حطيتي لي اياهم انا ما شفت غيرك يوميتها صدقني ما حطيت شيء يا حبيبي من امبارح وانت على هالحاله سيجاره ورا سيجاره هذا وانت دكتور ما بعرف شو بدي اعمل يا مهدي اذا مشان موضوع عليا رح ينحل عليا بتضل عاقله رغم كل شيء ما لها غير بيت اخوها واهلها اهم شيء الموضوع الثاني اوعى تنساه اي موضوع شو بنا عصام عم اقول لك البيت كان مليان عناصر امن وبصراحه نظرات العميد ما كانت عاجبتني انا خايف عليك لا تخاف هن لو بدهم ياني كانوا حكوا معي انا بس بيعرفوا من ايام دراستي برا انه انا ما عندي غير رد واحد هلا بحسك مو جاهز على الفلوبي اللي اعطتني اياه اعطيهم اياه وريح راسك هن ما بدهم الفلوبي بس لكن شو بدهم فهمني بدهم يضلوا حوالي كرمال يحموني بس انا ماني متعود على التقيد أنا زلمة بحب الحرية كل عمري هذا ظرف خاص والناس اللي وقع معهم مانو سهلين قسما بالله صوتهم على التليفون بيوقع القلب على الأرض بيوقعوا قلبك أنت
مو قلبي أنا. صحيح مهدي، أنت وين حطيت الفلوبي؟ مع الحجي، خبته بخزانة الوالد الله يرحمه. اطمن، ما حدا معه مفتاح غيره. ألو عصام، نحن منعرف مين كان عندك ليلة مبارح ونفذ صبرنا. أعطينا البحث واشتري حياتك، هي آخر مرة منحكي حكي، وقد أعذر من أنذر. هن عصام مو هيك؟ احكي. عثمان. ايوه جاي. يا زول انت هو يا أستاذ، شطمنا خلاص، مع السلامة. بالنسبة للشغل بدي اياك تركزي مع عادل، واي بضاعة بتتوزع عن طريقك في لك فيها حصة منيحة. بس شغلنا ما في بس. طب ناسي ما بدها تشتغل معنا؟ أنا خايفة. يعني أنت بالضبط شو حكيتي لها لناسي؟ لا ما حكيت لها كثير، أصلاً أنا ما كنت فهمانة الموضوع هيك. طيب أنا برأيي إنه خلص، ما بقى تجيبي لي سيرة على الموضوع بنوب، انسيها واشتغلي لحالك. هلا أنت ما بتعرفي إلا بنات السهر؟ بلا بعرف، بس أنت بدك طلاب جامعة ولا؟ أنا بدي الاثنين. صدقيني رندا، كل ما اشتغلتي أكثر كل ما استفدتي انت وشطارتك. بس بدي اقول لك يعني ليك، نحن كطلاب لازم دائما نكون مع بعض. اهلين اهلين. ليه؟ لانه نحن بجامعه واحده، وبتعرفي طلاب وجامعه وروحات وجيات. ولو هيك بتقابل ضيوفك يا معلم منزير. طيب يلا لك انا، اسمحوا لي. ايه تفضلي. الله معك. حاكيني. ها ابني أسامة، خليك قوي ولا تخاف، الخوف مات من زمان يا دكتور. أسامة حبيبي خليك قوي، لا تخاف، بحبك كتير. تتذكر اليوم الحادث؟ بتذكر قديش اجريت فينا السيارة وطلعنا انا وياكي ما فينا شيء. انا رايح ارجع لغرفتي، استنيني عمر الشقي بقي. دارين قولي لها عم بستناك. انا ياسمين اللي كانت عنا بالبيت. تذكر كل شيء. قديش كنا نعمل طواق ياسمين ولبسن لماما. اشتقت لها، اشتقت لها. عثمان. ايوه جاي. شوف شو بحب يشرب. مثل ما بيشرب المعلم بنشرب. كازوز اسود. يلا روح نجي يلا. هلا فهمني، انت شو بدك مني؟ انت اللي بدك مني مو انا. انا شكري هيك قال لي. شكري؟ مين هو هذا شكري؟ شبنا من زير، ما حلك تنسى. على فكرة انا مو فهمان شيء. انت فهمان كل شيء. عموما انا رح فهمك. حكى لي صاحبك شكري على القاعة رقم 9 بالمتحف، وأنا معكم على الموت، بس بدك ما تنساني. أنت؟ أنا طالب الماجستير اللي أنتوا بحاجته، وإذا بدكم ساعدكم لساعدكم،
وإذا ما بتكون أنتوا أحرار. على أحلى. يا أهلا يا أهلا وسهلا. لك شو هالمواعيد الأجنبية هاي؟ أهلا أهلا وسهلا فيك. أنا رندا. وأنا عادل اللي بيعرفك قبل ما يشوفك. تعرفي يا أنسة، من زمان ما فات عندي هون على الكوفي شوب بنت أمورة وحلوة مثلك. أنا بخدمتك، تفضلي. كيف عرفتني؟ ولو يا ست لانا أو رندا مشان ما تزعلي، السيد منذر حكى لي كل شيء عنك، وصف لي إياكي بالملي. أنا كثير مبسوط إنك أنت صرتي معنا. معكم بس بالشغل. طبعا طبعا بالشغل. واحنا في شيء بيننا غير الشغل؟ ليك عادل، انا بعرفك منيح، يعني طلع من هالقصص. انسي حبيبتي، انسي هذا الحكي، كله اشاعات. بعدين حتى لو كان موجود، الحكي كان زمان ايام المراهقه. بالله، يعني هلا كبرت وعقلت؟ ولو، احنا مع الكبار الحلوين كبار، ومع الصغار ما بلزمونا، ما قلنا مصلحة معهم. بعدين أنا فضيت لك المحل كله، كل الكوفي شوب تحت أمرك، ما في زباين، حتى الجراسين روحتهم. ما بدي حدا، بدي أقعد أنا وياكي قاعدة كتير رايقة. صحيح، شو أخبار رفيقتك دارين؟ شو شايفتك رجعت للمراهقة؟ مع الأساس كبرت. لذيزة بتجنني. عصام. منو هذا عصام؟ أخي اللي كان ببريطانيا رجع، كان عندي مبارح بالليل. أنا لهلأ مو نايمة. أيوة، شو يعني؟ بده يعني أترك الشغل وأرجع بيت أهلي. بيّن، هذا أخوكي جاي من بريطانيا حميان. هلا اسمعني مراد، انا مو عارفه شو بدي اساوي. ولا بتعملي شيء،
ما تنسي انك انت انسان كبيرة والكل بده رضاكي، مشان هيك اذا بيرجع بيجي لهون وقفي دغري عند حده، واذا لزم الامر اطلبي له الشرطة. مراد انت شو عم تحكي؟ اطلب الشرطة لأخي؟ لا تعصبيني، هيك مواضيع ضد شغلنا. مراد انا ما عاد بدي الشغل، انا حتى الرقص بدي اتركه. لا تجني. اسمعيني، اوعك تنفذي له اللي بده اياه، اوعك. اليوم بتحملي حالك وبتروحي على شغلك وكأن شيئا لم يكن، ماشي؟ وانبسطي، جاي اسهر عندك اليوم. انت هاد اللي همك؟ عم قلك اخي راح يخرب. لك راح شو؟ اهدي اهدي، خلاص انسي انسي تماما. بعدين البضاعة اليوم رح تصير هون، ما هيك؟ وشغلنا اكبر مني ومنك ومن هذا اللي اسمه عصام. مراد ما بعرف شو بدي ساوي. يا ستي انا حالي شو تساوي؟ هادي لك، هادي بدي اياكي تنامي وترتاحي. انت شكلك تعبانه كتير، بس لا تفيقي. تنسي كل اللي صار وهلا نامي وارتاحي، ولا تنسي انه انا دائما معك وحاميكي. نامي. لازم تكوني قوية، أسامة إذا طلع وشافك بهي الحالة ممكن يرجع ينتكس. شكراً كتير يا غيس، عذبناك معنا. شو هالحكي يا دارين؟ هاي ليلة غالية علينا كلنا. بتعرفي أنا لو كنت أعرف إنه إله أخ مريض ما كان تركته ولا لحظة. ما بتأثر يا غيس، الدواء قدود. ليلى، أنت اللي علمتينا وقت الصدمة نكون متماسكين. صدقيني يا ليلى، إحنا منحبك أكثر ما أنت بتتخيلي. هسا يا ليلى شو بتفيد الدموع؟ أسامة بين إيدين الكريم، ادعي له، وأني قايم أصلي ركعتين قضاء حاجة لله ولا تيأسي من رحمة ربك. ليلى، أنا لما كنت واقعة بالأزمة تبعي ما في شيء أواني غير عيونك، وأنا بضعف كتير لما بشوف عيونك مكسورين. مرحبا. أهلا سهلين، شرفت. فيني أخدمك شيء؟ أنا فارس. نعم؟ عفو مين؟ قصدي سوار الأمير من طرف مدام ريري. أهلين وسهلين بالأستاذ.
صرنا ساعتين عم نستناك. بس وين مدام ريري؟ انا حكيت مع المدام، يمكن نايمه، بس قلت بيجي انا على الموعد. ليك اهم شيء عند الفنان انه يحترم مواعيده وتكون مواعيده ثابته. تفضل نسجل انا بسمعك. كيف استاذ؟ كيف بدك يعني فوت سجل وانا اول مره بفوت لعندك على الاستوديو؟ بالعكس، التسجيل اول مره بيطلع فريش، بيطلع بجنن، وانا عندي خبره بالموضوع. اسالني انا بس. تفضل. أمر، هدول ثياب الست ريري. الست ريري نايمة وما فيني فيقها، ممكن استلمهم أنا؟ يعني ما فهمتي من هذيك المرة؟ ما بصير تستلمهم إلا هي، كل مرة بدنا نعيد هالحكي؟ عم بقول لك نايمة وما فيني صحيها. خلصينا عمو خلصينا، ما عندنا وقت، مو فاضية، يلا. وبعدين؟ لا تعيطي يا هبلة، لا تعيطي. أنا عبد مأمور، ريح فيقي، يلا. تفضلي يا ست ريري. يا اولاد تروحوا بتفهموا لها معلمكم انه ريري ما عاد بدها كل هالشغل، وما عاد بدي اشوف حدا ببيتي. فهمتوا؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالاستاذ منذر. اهلين سيد عادل. يا هلا يا هلا يا هلا. اهلين استاذ منذر. والله والله ما رضيت اطلب شيء لتشرف حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. صدقني يا استاذ عادل، لو بعرف انك من طرف منذر بيك ما كان صار اللي صار. على راسي المعلم، وانت كمان. بس يعني اللقاء الاول ما كان ظريف كتير. حقك علينا، بس انت بالذات شديت الحبل كتير، مو حلوة. حلوة شباب، حلوة. بتمون معلم. عمرك استاذ منذر. معلم برجع بقول لك ما رضيت اطلب شيء لتشرف حضرتك. يا عمي جيبوا له صحن حمص عليه شويه سنوبر. دخيلك لا تنساني الجوانح المشويه استاذ. والحومات البارده، بتعرف انا بحب البسطرمه والقاعات والسانات والسمك، كثير مهم استاذ عادل. الفودكا دخيلك. الفودكا على راسي. انا بفوت بالفودكا بتعرف. سمعانك سمعانك، شو بدك؟ شو عم تحكي؟ الحزن المرصود
وجوه البشر حتى الطريق اللي نرسم بيد القدر للحزن